يعني احيانا بيكون تدخل الاباء تدخل استثماري. ايوه ازاي؟ هما بيشتغلوا عشانك. بقول لك انا اعرف اسره مع يعني زميله فاضله كانت معايا في احدى الدول الخليجيه، وكانت عندها 4 اولاد، يعني كأن ده واجب شرعي، الولد يتعلم يبقى له الشقه ويبقى له عياده. هشوفي حتى رسم له حبيبتي. مستقبله ازاي. وبعدين ومش بس كده، خلاص اتجوز وخلاص اشتغل، لا وبتشتغل برضو تاني. ليه؟ عشان اولاده. النتيجه هم بيدوبوا بيدوبوا، والراجل بيتوفى في الغربه وهم قاعدين في اوضتين من اجل ابنائهم. شوفي قد ايه الاحساس بالغيريه، شوفي قد ايه الاحساس بالتضحيه. يعني ده الحقيقه ما نقدرش نقول على هؤلاء الاباء الا انهم جميلهم على راسنا، طبعا ما نقدرش ننساه. لكن في تدخل سافر وبرضه